عديد الطرق الولائية والوطنية التي تربط شبكة الطرقات بين دوائر بشمال ولاية الأغواط عرفت عملية صيانة واسعة على غرار الطريق الولائي 261 الذي يربط الطريق الوطني رقم 23 بالطريق الوطني رقم 130 على مسافة 61 كيلومتر. طريق يعني جرت صيانتها لعدة سنوات وعرف يعني حركة مرور خفيفة، ولهذا يعني ككل الطرق تصاب بالاهتراء، وحنا لازم علينا نخيروا المقاطع اللي فريمون متضررة نقوموا بصيانتها. المشروع الثاني اللي هو اللي رانا فيه هنا، حنا راح نبنوا جسر الطول تاعو هو 40 متر والعرض تاعو 9 متر والعلو تاعو 2 امتار، هذا لتفادي انقطاع الطريق اثناء سيلان واد الزحشه، كان يسبب في انقطاع الطريق اثناء فيضان الواد. ان شاء الله الطريق تولي ما تقطعش. مست عمليه الصيانه المقاطع المتضرره للطرق خاصه وانها تعرف حركه اقتصاديه واسعه لمستعملي الشاحنات والمركبات من والى الولايات الغربيه والشماليه والجنوبيه. عديد المشاريع الاخرى التي تهم قطاع الطرقات، وهذا اولا في اطار الصيانه وتحسين طريق المستعملين، يعتبر هذا الجانب هو شريان اقتصادي تسهيل تنقل لكل المستثمرين والفلاحين. تضاف إلى تسجيل عدة عمليات لمنشآت فنية وجسور خاصة في أجزاء الطرق التي تعرف انقطاعات عديدة جراء السيول وتساقط الأمطار.